بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن طفيل الجياردية ليمباليا. للجياردية طوران رئيسيان هما السيست والتروفوزويت. فيما يتعلق بالطور النشط أو التروفوزويت، فإن شكله مشابه للدموع tears like shape، متماثل جانبيا، يتميز بامتلاكه لنواتين، وهو الطور التشخيصي لمرض الجيارديازيس. وأما السيست فإن شكله بيضوي oval shape، ويتميز بكونه الطور المعدي أو التشخيصي أيضا للمرض، ويمتلك 4 أنوية. يهاجم طفيل الجياردية منطقتي الجوجينم والدودينم للإنسان، وينتقل عن طريق المشروبات والأغذية الملوثة. وليتم تشخيص المرض، فإن العينة المطلوبة هي البراز غالباً فيسز. والآن سوف نلقي نظرة على دورة حياته. أولاً، تدخل الجياردية على هيئة السيست من الفم، وذلك عن طريق الأغذية الملوثة، ويتحول السيست إلى التروفوزويت أو ما يعرف بالإكسستيشن، وذلك لتستطيع الحركة. تثبت الجياردية نفسها على الخملات المعوية أو المايكروفيلاي، وتنقسم الجياردية طولياً باستخدام الانشطار الثنائي باينري فيجن. يعاني ثلث المصابين من بعض الأعراض، ويتحول جزء من الجياردية إلى السيست ويغادر الجسم. ويمكن إيجاد كل من السيست والتروفوزويت في البراز. أما عن أعراض الجيارديازيس فهي الغثيان، ناوزيا، القيء، فوميتينج، والدياريا. إضافة إلى فقدان الوزن الناجم عن سوء الامتصاص مالأبزوربشن. دمتم في أمان الله.